السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي بنحضروا العشاء بتاعنا. معانا 4 بيضات، بنختبر البيض كده نشوفه كويس ولا لا. ومعانا فلفل حامي وطماطم وبصله، بنشوحها كده لغايه ما تدبل. هنحط عليها الفلفل الحامي، بنديله تشويحه كده معاها. بعدين هننزله بالطماطم ونحط ملح وفلفل، وبعد كده هنحط عليها البيض. هنشوح بس الفلفل معاكم كده، بعدين هنضيف له الطماطم. اهو هتدبل بس الطماطم شويه. حط لها الفلفل الاسود، عشان البيض اكلتنا دي اسمها شكشوكه، للي ما يعرفهاش دي بتبقى خفيفه عشوه حلوه. نغيره وننوعه كده من اي اكل، يبقى لنا كذا نوع اكل. اهي تتشوح شويه بس الطماطم ونرجع لكم تاني. السلام عليكم حبايبي، رجعنا لكم تاني. هنعمله اهو البيض، نحط البيض كده اهو. احنا بنبعد البيض عن بعض كده، بنحفر حفرة اهو. نعمل 4 بيضات بس، علشان اللي هيقول لنا ان البيض غالي وانت جايبه البيض وفي ناس ما بتجيبش البيض، اهو انا جايبه 4 بيضات. اكلتنا دي ممكن تتعمل ب4 بيضات 3 بيضات حسب ظروف كل واحد فينا. ممكن تحطش عليها جبنه تبقى تحفه كده. البيض هيستوي معانا اهي، بتحفري حفرة كده اهي، البيض هيفضل يستوي اهو. نرجع لكم تاني حبايبي. رجعنا لكم تاني حبايبي، اجي البيت بتاعنا اهو، الشكشوكه بتاعتنا اهي، اكله اهالينا اهي. البيضه بص عامله ازاي. هنشيله دلوقتي معانا بيضه كده عشان نشوفها اهي. شايفين البيضه بالخضار تحفه. اجي البيضه اللي احنا كسرناها، بصوا عاملة ازاي، كل بيضة لوحدها. اجي بيضة واجي بيضة واجي بيضة، كل بيضة لوحدها. وده كانت عشانا النهاردة. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد مننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.